هنبدأ دلوقتي مع حضراتكم ملخص للحلقات اللي كانت موجودة امبارح لمسلسلات رمضان، وبنبدأ طبعا بالمسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان، خصوصا الكبير قوي الجزء الثامن، وكمان مسلسل بابا جيل أكرم حسني وإمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي. ال 14 من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. في الكبير قوي الجزء الثامن الحلقة شهدت أحداث كوميدية، ومنها العفريتة شيماء سيف واللي حكت للكبير ومربوحة ونفادي وهجرس والعترة وطبازة عن قصة حبها للكبير هبل. كلمت العفريتة عن بداية قصة الحب وإنها اتجوزته عرفيا، وبعد كده هو اتجوز عليها وخانها وألقى عليها تعويذة أخفتها لمدة 95 سنة، وإن هم عليهم إن هم يبحثوا عن عقد الجواز العرفي علشان ترجع تاني لأهلها. عشان كده هي كتير بقى فلاش باك، ده أطول فلاش باك في الكون. anyway عارفين أنا ما أفشش عليكم جامد جدا ليه وعاقبتكم؟ عشان خاطر في حد فيكم فيري كيوت خرجني، وأنا أكيد عمري ما هنساله الجميلة دي، فبليز بقى قولوا لي هو مين عشان أجري علي وأبوسه لو يعملي أبوسه. الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي شهدت أحداث كتير. في مشهد جمع ما بين ميسون ومختار خلال حلم اليقظة، بيفتكر فيه أنه هو عاقب بنته مايا لما كانت والدتها عايشة. مختار بيكتب لميسون رسالة بيعترف ليها بأن أسرته مش بخير. زعق لها. أنا بزعق. بتزعق عشان تتعلم، بس مش كده، بالراحة، كل شيء بالراحه، ما يغركش انها مستقويه وعامله نفسها جامده وعافيه، لا هي حبيبتي هشه جدا من جوه وعايزه معامله من نوع خاص. طيب حاضر، هزعق بالراحه. ماشي، شوف وهتتعاقب. هو انت بتعرف تعاقب؟ وفي الحلقه ال14 من مسلسل عتبات البهجه، عرفان بيشتكي البهجه من بعد زوجته عنه بعد سفرها لابنهم، وهو دلوقتي حاسس بالوحده، وهنا بياكد له بهجه انه حاسس بنفس الاحساس تجاه عمر. تسافر لابنها وتقعد وتعيش معاها. بصراحة بقى أنا كنت بقفلها لها عشان ما تسيبنيش. طب ولما أنت بتحبها كده اتجوزت عليها ليه؟ الله ما عارف بقى. الحلقة 14 من مسلسل بابا جه، بيستغل هشام لفكرة بابا جه وبيعين أباء جدد علشان يقبل العديد من طلبات الإيجار. كمان بيتعرض عليه من أحد أكبر رجال الأعمال مبلغ 30 مليون جنيه مقابل بابا جه. هشام بيوافق على العرض علشان يكون مدير عام المشروع. طوانه ما فيهاش حاجة. قول لي يا ياسين، مين حبيب بابا؟ أنا. صح. الأم مدرسة، الأب إيه؟ الأم مدرسة يبقى الأب مدير مدرسة. وفي الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد، بيلتقي الفنان شريف سلامة بزميلته الدكتورة ملك، بيتكلموا مع بعض، ولما فكر في الكلام لقى إن أقرب حد ليه هي الدكتورة ملك. مش عارف الحقيقة، مش عارف، بس مش مرتاح. طب خلاص يا دكتور، لو مش مرتاح خلي أي حد تاني يمسك القضية. أقول لك على حاجة، اتفق معاها على أتعاب، فميبقاش في بينكم جمال. طبعاً ده هيحصل، أكيد. وبتتوالى الأحداث في الحلقة 14 من مسلسل صدفة اللي بتقوم ببطولتها النجمة ريهام حجاج. صدفة بتحكي لطارق بأن هي ما قالتلهوش إن عمه جلال اللي بيقوم بدوره الفنان رشدي الشامي جه عندها في البيت، وإنها دلقت عليه كوباية الشاي. بررت صدفة بأنها خافت عليه يروح علشان ما يتخانقش معاه، وكشف لها طارق إنه هيرفع قضية تزوير على عمه بعقد الجواز، وإنه هيطلب منه يحضر المأذون والشهود اللي وقعوا على أسيمة الجواز. كده اللي مربياني كل شوية ور 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 على وداني عشان أفلسعك وأبقى مع عمك. فلسعيني؟ يعني قصي أزحلقك، يعني أزحلقك. لا لا عليه، خليني في الفلسعة أحسن يا صدفة.